شركة الديسي ديكوراسيون اي كونستركسيون جينا اليوم لافتتاح كافي برايس اللي موجودة في حي بيت العاتق في مرتيل. السلام عليكم. الشركة ديالنا هي شركة الديسي، هي اللي قامت بديكوراسيون ديال المحل ديال كافي برايس. حاولنا نجيبو كل ما هو جديد في مجال الديكور، وما خلناش على المنطقة بكل ما هو جديد وكل ما هو يونيك. الشركة ديالنا كتحاول تقوم بكل المستجدات في مجال الديكور والبناء مع سي حميد تاهو تبارك الله عليهم، والمحل ما بخلش علينا في يعني بمساعدة ديالو والمساعي ديالو باش ننجحوا هذا الحدث هذا. شيف كوزيني فرحان اليوم بالافتتاح كافي بريت اللي جا في حي بيت العتيق. كنقدموا لكم جميع الاطباق ديالنا اللي هي في متناول بريستيج، شي حاجه عصريه. عجبناكم تحدثوا عنا، ما عجبناكمش تحدثوا الينا، ومرحبا بكم جميعا. بمناسبه هذا الافتتاح ديال المقبره الصديق ديالنا حميد البختي، كنتمنى له التوفيق في المسيره ديالو الجديده. نهضر معكم شويه بريفيه باش يوصل الميساج تاعنا للوفاء ديالنا. هي ايثما مرحبا بكم غانا ان شاء الله نهار ديال افتتاح كافي برايث ديوسينغي بيت العتيق دي مارتين. بصفتي كنش اسامه الشفان لي باريستا فانتينغي المحل، نتمنى ان شاء الله غنتسام ان شاء الله نريقي حسن ظنكم الجودة ان شاء الله تريقوا كالي ناس، وان شاء الله نتمنى يريقوا تيكون مستوى. ومرحبا بالجميع.